طيب شوف أسئلة الموضوع كما تحب أي اللي تحبه أنت هنا نحضر يعني أسئلة في الموضوع لكن أسئلة ما أدري قلنا وحكم اللحية غير الشيخ حكم اللحية الوجوب والواجب ما أمر الشارع به على سبيل الإيجاب يثاب فاعله امتثالا ويعاقب تاركه يعني يحرم حلق اللحية اللحية سنة المرسلين جميعا ليس هناك من أحد من المرسلين إلا وله لحية حتى في القرآن قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو حبر الأمة في التفسير أنا بريء ترى عوذ شعر الميكروفون شوية أوطي الميكروفون الأسئلة في الميكروفون طيب شوف لو عندك ميكروفون آخر السؤال ما نقعد نتنقل كذا ميكروفونات فبالنسبة للحية يقول عبد الله بن عباس وهو حبر الأمة وشيخ المفسرين وشيخ المفسرين وعليه المعول في اختلاف الصحابة في التفسير والمرجع تفسير قول الله عز وجل ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يقول فضلنا الرجال باللحى والنساء بالذوائب الضفائر وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول سبحان من زين الرجال باللحى أو تقول إن ملائكة السماء تسبح وتقول سبحان مزين الرجال باللحى والنبي صلى الله عليه وسلم قال أطلق اللحى وحف الشوال ارخوا اللحى وقص الشوال ارخوا اللحى وجز الشوارب أسدل اللحى أترك اللحى أعفو اللحى ست أفعال أمر في هذا الباب والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه رسول كسرى أو سفير كسرى وكان حلق اللحية وأسبل الشارب قال ويل لكما أغربا عني لا أرى وجهكما ويل توعدهم بالويل قال أهل العلم لا يتوعد ربنا عز وجل ولا نبيه صلى الله عليه وسلم بالويل على شيء مستحب يعني مثلا الآن لو أنا لم أصلي سنة الظهر سنة بعدية أو قبلية هل يتوعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالويل لماذا؟ لأنها سنة مستحبة أو مندوبة أما الواجبة إذا تركها الإنسان يهدد بالويل والعذاب وإلى آخره فقال لهما ويل لكما من أمركما بهذا أنتم من جبتوا قضية حلق اللحية هذه قال ربنا يعني يا لي كسرى اضرب عني لا أرى وجهكما حتى ما نظر إليه نعم ما نظر إليه من روايات كثيرة المقصد أنه قال اغرب عني لا أرى وجهكما من أمركما بهذا قال ربنا يعني يا لي كسرى كسرى كان مثل الجيوش العربية اليوم تدخل الجيش اللي يأمرك بحلق اللحية وإيش دخل اللحية في الجيش أنا لا أدري ما أعرفش الموضوع أنا ما أفهم هاي الأمريكان والإيطاليين والهولنديين والألمان والفلسطينيين كلها يدخل الجيش ولا لحية ما مش علاقة هذه شغلة شخصية المهم المقصود لا أرى وجهكما قال ربنا يعني كسرى قال أما أنا الآن محمد بن عبد الله فقد أمرني ربي الأمر من الآن؟ أمر من؟ كلام من هذا؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم مش كلام العلماء أو كلام الأئمة أو كلام الفلاسفة قال أما أنا فقد أمرني ربي أن أعفي لحيتي وأن أقص شاربي هناك أحاديث كثيرة قال النبي صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة الآن لو سألت أي واحد منكم هذا الحديث بالنسبة لي أنا يعني هو المعول عليه أسأل واحد منكم أنا هل يجوز لنا أن نطيل شعر الإبط وأن نطيل الأظافر؟ هل يجوز لك أن تطيل شعر العانة؟ اتركه كده 50 شهر
حتى يصبح جدائل ينفع؟ لماذا؟ لماذا لا يجوز؟ هل يجوز لنا أن ندخل الحمام ونخرج من غير استنجاء ولا استجمار؟ يجوز؟ طيب، نفس الحديث الذي ورد فيه هذا ورد فيه ذاك، الذي قال صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة وذكر القتال وقص الشارب وإطلاق اللحية والاستنجاء إلى آخره. لماذا أخذنا بالاستنجاء وقص الأظافر وقص العانة وإلى آخره وجئنا عند اللحية وعملنا العكس؟ يقول لأئمة الله عز وجل تعبدنا. شوف هذا شيء عجيب جدا، شيء عجيب جدا بقدر الله يا أخوان. الله عز وجل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. تعرفون أن أهل الجنة من غير لحية؟ أهل الجنة من غير لحية، ما في لحية أبدا، مرد. الله يفعل ما يشاء. يقول المنطقي منطقي بالعقل كذا، الشيء الذي لا يراه الناس تبه تحاول اعمل ما تشاء، يعني ابطك ان شاء الله يصير مترين مغطى ما حد شايف عانتك، ما في غير هالمسكينه تشوفها وبالقبل تبكي كيف فيها خلاص تحاول خلاص. لكن اللحيه هي التي ترى. جاء على الذي يرى وقال لك اتركه، والذي لا يرى وقال لك احلقه وانتفه إلى آخره. ليش؟ لأنه يتعبدك بطاعته، هو حر، يستغفر الله ويفعل ما يشاء. الله عز وجل يفعل ما يشاء، يفعل ما يشاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإطلاق اللحية وحلق وقص وتقصير الشارب. والأئمة الأربعة، أولا الصحابة كلهم، يعني لا أريد أن أتكلم، هذا الموضوع يحتاج إلى ساعتين كلام، لو أردت أن أسوق الأدلة في هذا الباب أحتاج إلى ساعتين، ولا باختصار الصحابة كلهم لم يحلقوا لحاهم، التابعون كلهم لم يحلقوا لحاهم، الأئمة الأربعة يا صاحب الوجه المنير بلحية ما بال وجهك بالسنة يتلألأ، هي سنة لا بل حرام حلقها عند الأئمة كلهم قد أجمعوا. الأئمة الأربعة، الإمام أبو حنيفة النعمان، الإمام الشافعي، الإمام مالك، والإمام أحمد بن حنبل، كلهم يرون بحرمة حلق اللحية تماما خلاص. حتى لو أنت مذهبك مالكي ولا شافعي ولا حنبلي، هذا الإمام يقول أنه حرام. الإمام الغزالي، أئمة المسلمين، أئمة الأزهر، الدنيا كلها يقولون بتحريم حلق اللحية. ما بدأ بعض الناس يفتوا بهذا إلا قبل 50 سنة أو 40 سنة بس. أما قبل ذلك حتى في بلادنا كان مشكلة، حلق اللحية هذه كانت مشكلة كبيرة. لذلك أنصح إخواني الأحباب جميعا أنهم يقتدوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ويطلقوا اللحية خلاص. أولئك الذين هداهم الله فبهداهم مقتدين. فأنت أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم واطلق لحيتك وهذبها، يعني ممكن تقص ما زاد عن القبضة، ماشي، ما زاد عن القبضة قص، على ذلك لا، على ذلك يكون تقصير، يكون لا يجوز في الشرع ويحرم ولا ينبغي. لذلك اطلق لحيتك والله سينور الله وجهك بذلك. ولا يمكن أن تأتي الطاعة إلا بخير، وسترى هذا الخير. ولو كان عندي وقت كنت حدثتكم عن الفوائد الاجتماعية والدينية والطبية في اللحية، لتحجم حتى في الرجولة والفحولة. سبحان الله، أثبت الطب في أمريكا، مش عندنا نحن وهنا، أنها تزيد في خصوبة الرجل. تعجبت، قلت يا ربي سبحانك، بس أنا بدأت تجد كل الذكور، الأسد لحية، طاووس، تيز، جدي، كذا، كله. ليش؟ الله عز وجل هو الذي يعلمها. ولذلك نقول أليس الله بأحكم الحاكمين؟ هل ربي يأمرنا بشيء مش صالح لنا؟ هل ربي يأمرنا بشيء ما ينفعناه؟ هل ينهانا عن شيء يضرنا؟ يعني وينفعنا هذا الشيء الذي ينهانا عنه؟ أبدا. بارك الله فيكم، إن شاء الله يكون الجواب.